اهلا وبيعملوا سور نوفا فيديو لالا نوادي. ان شاء الله انتم بخير، انا الحمد لله لاباس، مازايله انا لاباس. وانتم غتعرفوا علاش انا سخفت او الضغط. المهم بعدا نبداو الفيديو، وانا كنتمنى لكم فرجه ممتعه. زويناتي وحنا وصلنا لهاد البلاصة واعرة واعرة كما كتشوفوا المناظر، واعرين هاد الطبيعة. صراحة عجبني بزاف بزاف، وتا انا بغيت نقسم معكم هاد اللقطات ديال الفاكانس ديالنا. صراحة عجبني بزاف، وحتى نتوما الا بغيتوا تمشيو لديك البلاصة، راه هذاك البلاصة اسمه في مارسين سانتا ايراس، غادي نكتب لكم دابا هنايا سانتا ايراس، و مشهور بزاف بزاف. كما كتشوفوا حنا في واحد الشلالة كبيرة، والبرد هنا. Wie hoch sind wir hier, Aschke? Was meint ihr? Wie hoch sind wir hier? Keine Ahnung. Aber guck mal, es wie nett, die Bnet. Da war einer schwer lebens. Gewila kennt. Ach, kennt. Die Energie nicht durch, ha? مشينا الفوق والتحت واليسر واليمين، الفوق والتحت واليسر واليمين. صافي، اول مره في حياتي دخت في الطوموبيل. فاش فيها؟ يا باليك مان اشكرك. والله الا ديك البلاصه ديال جنه جهنم، ويلي البنات كنا متنا لان طلعنا لا هبطنا لتحت وجهي طلعنا لفوق. يا السلام، سخفنا يا عبد الله، ولكن المنظر ديال بصح واعر واعر واعر. انا شويه دابا الحمد لله. وقولوا لي واش انتم كدوخوا في الطوموبيل ولا لا؟ يا السلامة. هنايا الزوينات وصلنا ديك البلاصة ديال الماكلة، زعما واحد ريستورا تما ديال سانتا ايراس. و تواركا ما تيقولوش سانتا ايراس، تيقولو كاملين سونتراس، ما نعرف علاش سونتراس. المهم هاد الريستورات المنظر سخفني تا هو، لانه واعر بزاف البنات، هادشي كلشي في واحد مرة. هنايا
هنايا كنطلعوا الفوق للسطح اللي قدرتي تاكلي تنتيا هنايا، ولكن ما عجبنيش بزاف لان مسدود، والا كان شويه بارد الحال قدرتي تاكلي هنايا، ولكن الا جو بحال اليوم ما كاينلاش باش تجلسي في الا كان داكشي مسدود الحال. وهنايا كتشوفوا السمك اللي كيربيوه هنا وكياكلو. فوالا زوينات، جا واحد المحل زعما جا هذا ورانا الشهيوات ديالهم الشلايط ديالهم وداكشي كلشي اللي عندهم هذاكشي ابيريتيف وداكشي ديال تواركا ابيريتيف ماش المهم شلايط. وصراحه عجبني ديك القضيه اللي ان تخرجي غير شي حاجه اللي بغيتيها وماشي يجيبوا كاع العالم وفي الاخر النص غد لوحي. ولكن شلايط هذاك الشيء اللي كان زوين جابوا لنا السمك، ولكن صراحه ما بانوش دابا شي حاجه بحال في المغرب. راه فينا واشرن، فينا واسديل، فينا ما عرفت شنو. ولكن لا ما عجبنيش القضيه بزاف بزاف، لان عمر سميتو هذاك العظم عمر، وانا صراحه ما عنديش مع سميتو بزاف، ما عنديش بزاف مع السمك وداكشي علاش راجلي انا كلينا سميتو الدجاج والو ما عجبنا، لان عمر بالزيت زعما مزيت بزاف بزاف. والا بغيتي تاكلو تما بلا ما تاكلو تما الزوينات سيرو شي محل اخر ننصحكم. الا بغيت تجربوا الله يعاونكم، ولكن ما تقولوش لالا نوالي ما قالتهاش لينا. المهم هنايا كان مشيو تاني نرجعوا كما كتشوفوا تاني الجبال فوق لتحت الفوق لتحت. عرفتي كون سولوني نمشي بالطياره احسن ليا وماشي هاد العذاب العذاب الزوينات ما نقولش ليك. دابا كاين المنظر واعر وانا كندوخ. دابا بدلت البلاصه مع ماما مسكينه، هي مشات حدا الدراري وانا مشيت قدام حدا راجلي، لان والو او تاني جاني الدوخه و عرفتي ما نقولش ليك الله يستر يا ربي السلامه. المهم وهنايا كان واحد الميني سيتي عرفتي، وعجبنا هاد الدار هنايا زوين بزاف بزاف، وقيلا ديال شي حد لي شويه كبير تما ديال البلديه قال لي راجلي المهم رئيس لا ما عرفتش ديال هاد الحي ما نعرف. المهم وكما كتشوفوا الجو قلب، لان دابا جا شويه دابا مغرب قريبه المغرب وداكشي علاش قلب هاد الجو جا شويه مضبب. ولكن صراحه هما كتكوتات هي تما بغا يدوزوا هنا تما تساروا هنا هذوك المعاز. المهم وهنايا كان واحد البلاصه قال لنا شيخي واحد الا بغى يتصور ولا شي حاجه راه قدرتي تشوفي في مرسين كلها، وانا ما قدرتش نخرج. ما تقول ماما فين حنايا الزبال ديال التركيين انت جاك الرجياك وما كاي بيعوا مع شي حاجه كيبيعوا السكمه وبوراك ومع شنايا شاي
فاطمة عن بنسن؟ إيه مثل نسن إليسا مدينة جيل جيل سنة ها المعقول وهاش طيح بدق واحدين كيصوموا وواحدين كيشتحوا واي عباد الله وكنضحك معكم راه جدي لا جدهم قالك جدي جيري الله يرحمه ولكن جدهم جد بناتي راهما بغا يشتحوا معاه وبصحتهم وراحتهم. المهم داري واحد موسيقى كيقتل الضحك ولكن ما نقدرش نوريكم لان يوتيوب يقول لي ثاني هي تاع ستوب حتى لهنا وانا نسد لك هاد الفيديو ديالك. المهم ها انتو هما كيشتحوا شي شويه وصافي هذا هو النهار ديالنا ديال الفوق والتحت واللي من اليسر الدخان و اش غنقول لك واخا هكا كان زوين زوين وانتوما ان شاء الله عجبكم هاد الفلوك وان شاء الله نتلاقاو حتى المره اخرى. انا كنحمقك عليكم وكنبوسكم وكنبغيكم بزاف بزاف. انا نخليكم دابا مع التصاور اللي درنا فوق الجبل حدا سميتهم حدا الشلالي. يلا اتوت الزوينات وحتى المره اخرى.